كي تعتبر الهاتف من أهم الحاجات في الحياة يعني في الوقت الحالي، إلا ما قلناش من الأولويات. والإحصائيات كيقولوا بلي الإنسان كيستعمل الهاتف بمعدل 5 ساعات في النهار، وكيتشيكي الهاتف ديالو كل 12 دقيقة تقريبا. والسوشيال ميديا كتاخد الحيز الأكبر من استعمال الإنسان للهاتف، ولكن الخبراء ما كيتفقوش معاه شي، يقولوا هادشي سيء بالنسبة للدماغ ديال الإنسان. لهذا كيبقى السؤال مطروح، أشنو غادي يوقع إذا خد الإنسان بريك من الهاتف لواحد المدة قصيرة؟ لهذا قررت أنني نقطع السوشيال ميديا لمدة 2 سيمانات باش نعرف واش نقدر نرتاح نفسيا، وحتى نقدر نراجع الأفكار ديالي. حيت كيف كيقولوا الإحصائيات أن الإنسان خصو مرة مرة يدير واحد الراحة من السوشيال ميديا. خصك أنت تكون شاد الكونترول ديال السوشيال ميديا، ماشي السوشيال ميديا هي اللي تكونترولي. بطبيعة الحال شي ما كانش سهل بالنسبة لي أنا، خصوصا أنني الخدمة ديالي كاملة كتكون عن طريق السوشيال ميديا. كيف كتعرفوا كنخدم فريلانسر، وفريلانسر ضروري خصك تكون كونتاكت مع الكليان، زائد كنحط الفيديوهات في يوتيوب، فما خصكش تكون بعيد بزاف على السوشيال ميديا، لان الالغوريثم ديال سواء الانستغرام سواء يوتيوب سواء السوشيال ميديا بصفه عامه كتخدم معاك مزيان اذا كنتي نشيط فيها. فكان واحد القرار صعيب انني ناخذ واحد البريك، لكن كيف قلت لكم من اجل الصحه النفسيه ديالي، وحتى انني نخوي دماغي ونجيب افكار جديده ونعطي واحد الراحه لراسي، كان ضروري انني ناخذ هذا البريك. لكن قبل ما نشرح لكم الخطوات اللي مريت بها، ضروري خصنا نعرفوا علاش. ديما داك السؤال، علاش وقفتي السوشيال ميديا؟ اشنو هما الاستفادات اللي نسمن، وشنو هما الاسباب اللي خلاوك انك توقف؟ الاحصائيات كتقول الخوز بان الانسان اللي كيكثر في التليفون بزاف راه كيعرض راسو بزاف مساوئ، منهم انك المخ ديالك ولا العقل ديالك يولي كيخدم بواحد الشكل بطيء، كتولي كتنسى بزاف، ناهيك على ان كتولي مستريسي ديما، ستريس بزاف ما صالحش. زائد واحد الحاجه اخرى اللي هي ان كامل كندوزو منها، انك ملي كتبقى تطلع وتهبط في ديك السوشيال ميديا سواء انستغرام سواء كاين، كطيح في ديك المقارنه، ما بقاوش نكذبوا على راسنا، كامل كتزون ديك المرحله ديال المقارنه، كتقارن راسك مع داكشي، واغلب داكشي كيكون غير وهذاك من سبب من اسباب اللي كيخلوك انك تستريس من والو، كتعصب راسك على حتى شي حاجه. لهذا من الاحسن انك تاخذ واحد البريك وتبعد من العالم ديال السوشيال ميديا واللي هو تقريبا 90% كامل فيك. الاحصائيه الاخرى كتقول ان الانسان العادي خصو يهز التليفون ديالو كيف قلنا في الاول ديال الفيديو 4 ديال الساعات وقل، كل ما كانت قل مزيانه، 2-3 ساعات في النهار حاجه مزيانه. لكن اكثر ناس كيستعملوا الهاتف ما بين 18 حتى 25 سنه، وهاد الناس راه كيفوتوا المعدل العادي اللي كيوصل حتى 10 ساعات في النهار، وهذا واحد الحاجه اللي خطيره بزاف. تخيل الدماغ ديالك شاد التليفون المده ديال 10 ساعات وكيطلع كيهوت سواء في يوتيوب سواء انستغرام، واغلب دوك الناس راه ما كيستافدوا حتى شي حاجه، ومنهم انا كنت بزاف مرات كنكون شاد التليفون وما كنستافدش شي حاجه. لهذا خصك تراجع راسك، وهادو بعض الخطوات اللي قمت بهم باش قدرت انني نقدر نقول الحمد لله دابا ما كنجلسش في التليفون بزاف، نقدر ندوز نهار ديالي كامل وانني ما هزيش التليفون الا للضروره. اول حاجه بطبيعة الحال خصك ديرها هي خصك تمسح كاع التطبيقات اللي عندك في التليفون اللي عندهم علاقه بالسوشيال ميديا، باش ما تبقاش كل مره كتشيك التليفون ديالك. من بعد خصك تحاول ديما ملي تكون كدير شي حاجه ولا تبغي تخرج من الدار ولا تبغي تمشي شي بلاصه تقضي شي غرض، ما تديش معاك التليفون. مثلا جالس كتخدم في البيسي ديالك ولا كتدير شي شغل ديالك كيما كان، التليفون يكون بعيد عليك. من بعد ما مسحت من التليفون ديالي جميع التطبيقات ديال السوشيال ميديا والتطبيقات الاخرى الغير مهمه اللي فقط غطي عليا الوقت ديالي، قمت باول خطوه اللي هي قراءة الكتب. كيف كنعرفوا كاملين قراءة الكتب احسن مهارة انك تساعد الدماغ ديالك على انه ينشط راسو وتزيد تقوي من الذاكرة ديالك، وتحاول ما امكن تغذي العقل ديالك سواء في الثقافة العامة وبزاف ديال الحاجات. لهذا من هذا المنبر كنصحكم انكم تقراوا الكتب. طبيعة الحال هادشي ما كان سهل، الدماغ ديالي كان دائما كيقول لي ديك اللعبة ديال شنو كدير، فقط تطليلة خفيفة على التليفون، شوف شنو قالوا لك في انستغرام، شوف هاد الميساج اللي وصلك في الواتساب، قدر يكون تلاح شي فيديو جديد مهم وانت ما شفتيش. حاجه اخرى نصيحه اخرى كنت كنديرها هي فاش كنكون كنبغي نمشي للناس. انا قبل شحال هادي فاش كنت كنبغي نمشي للناس، ضروري كنهز التليفون كنبقى جالس في الفراج ديالي واحد نص ساعه وانا كنشوف سواء انستغرام سواء فيسبوك، نشوف شنو كاين اخر اخبار تحديثات، وكنطفي التليفون وكنخلي واحد الحاجه كنت كنديرها ديما هي كنت كنخلي الويفي شاعل ولا كنخلي الانترنت خدام في التليفون ديالي. انا بعض المرات كيصوني عليك شي واحد في الليل وكيفيخك من الناس وداكشي، وهذا كيضر حتى الدماغ ديالك. فوليت كنحط التليفون في بيت اخر
اخر كنخليه حتى البيسي ديالو كنمشي نعس بيه ديالي. فهذاك السنه اللي كنعس بعدا دغيا وكنرتاح وليت كنحس براسي كنعس دغيا شحال هادي فاش كنت كنشد التليفون قبل الناس كنقول غنجلسي ساعه كنلقى راسي كاع جوج ساعات ثلاثه ساعات. وهذه حاجه خايبه بالنسبه للدماغ ديالك انه يتشبع بداك الشيء كامل عاد شي تنعس راه كتهلك الدماغ ديالك. وحتى في الصباح فاش كتفيق ما كتفيقش مرتاح. ولكن الحمد لله فاش وليت كنحيد التليفون وليت كنحس براسي كنعس مزيان. وحاجه اخرى هي عاوتاني من غادي تبغي تفيق من غادي تفيق غتقول وكيفاش انا غنخلي التليفون بعيد عليا وانا كنستعمل التليفون كالارم. شري الارم شي شري الارم وحط حداك الارم اللي غتبقى تفيقك وما تستخدمش الالارم ديال التليفون. ملي غادي تستخدم الالارم ديال التليفون المنبه ديال الهاتف فمن غادي تفيق غتهزو عاوتاني غتبقى جالس وغتضيع لك الوقت. اذا كان عندك شي رونديفو كانت عندك القرايه والخدمه غتولي معطل وما غادي تستافد حتى شي حاجه. لهذا شري الارم ولا شري منبه خاص اللي يبقى يفيقك. بطبيعة الحال ما كاينش قاعده ولا خطوات موحده اللي تقدر تتبعها في الفتره ديال نقدروا ولكن اهم حاجه تبقى بعيد على الهاتف ديالك. خرج بلا هاتف مع الاصدقاء ديالك دي سوار في الدار بسطام ديالك الحاجات اللي كتحتاج ولكن التليفون خليه في الدار واستمتع وعود راسك على الخروج من الدار مع اصحابك وصفي الدين ديالك. الا قدرتي تسافر سافر. انا كنت في ديك الفتره سافرت مشيت للمغرب ارتحت مع راسي لكن للاسف دوك اللقطات اللي كنت صورت كنت بنشارك معاكم كيفاش دوزت الفترة العزلة ديالي في المغرب تمسحوا لي لأسباب الناس اللي متبعيني في قناتي كنوا عرفوها. وما نساوش أن أحمد شقيري ما يمكنش ما تكونش كتعرف أحمد شقيري كانت هو دار هاد التجربة ومشى عزل راسو 40 يوم في واحد الجزيرة وكان في الخريطة نقطة كذا ما فيها ولا إنترنت ولا سيارات ولا محلات ولا شيء. الله. وأجرت مكان على البحر على المحيط وجلست 40 يوم بدون إنترنت وبدون تكنولوجيا. أخذت معي جواب. أن هذه العزلة وهذه التجربة درس ساعدته بزاف ودرس أنه كتب على القضية كتاب ويمكن لكم تشوفوا تقراوا. وقال كنصح أي واحد أنه يبقى يدير التجربة. وكاينين بزاف الناس اللي ناجحين في حياتهم بزاف مشاهير كي يوصيوا الإنسان أنه يحاول ما أمكن يكون عنده كنترول على السوشيال ميديا ولا على الهاتف ديالو ما يخليش الهاتف هو يكونتروليه إذا بغى ينجح في حياته. ويحاول ما أمكن يعطي راسو راحة من الهاتف. كاين اللي كياخذ 30 يوم كحاجة ضرورية أنه يديرها في العام ديالو كل عام كياخذ واحد 30 يوم عزلة على الهاتف وعلى العالم يصفي الدين ديالو. كنت ما نقدرش نخرج للزنقة بلا تليفون. قدر نسى التليفون نكون بعت على الدار ورجع كنجري باش نهز التليفون ديالي. كنت التليفون هو الشغل الشاغل ديالي. لكن الان الحمد لله نقدر نخرج نقدر نعيش بلا تليفون نقدر نمشي نقضي غرض 3 ساعات 4 ساعات التليفون كيبقى في الدار. وهذا كامل بفضل انني قدرت نتحكم في نقدر نتحكم في الهاتف ديالي ونقدر نتحكم في السوشيال ميديا وماشي هي اللي تتحكم فيا. هذه هي كانت التجربه ديالي وكنت كنتمنى تكونوا استفدتوا ولو قليل من هذا الفيديو. اذا استفدتي بطبيعه الحال كنتمنى انك تبارطاجي الفيديو وتخلي واحد لايك وتهود لتحت تكتب لنا كومونتير. كان معكم سميع الكرام نشوفكم في فيديو جديد. تهلاو. Got too faded off the wet. Said your name but I forget. Now you lying in my bed and I'm just stuck at 1% in my hand. Ashes on my